وهلا رح نعمل اكزرسيس النية، كيف مننوي نتخلص من قصص لننوي نعمل مانيفستيشن لقصص جديدة أو لنحقق قصص جديدة. سو أول شيء بتقولوا بقلبكم I'm ready، أنا جاهز لاستقبال كل ما هو جديد وجميل في حياتي، أنا جاهز لاستقبال الهدف. ضع الهدف، قولوا بقلبكم 3 مرات خذوا نفس اوكي وفتحوا عيونكم هلا. هيدا الشيء اللي عملناه هلا، نحن بيننا وبين حالنا قررنا، اخذنا القرار انه هيدي هي نيتنا. اوكي سو شو بيتطلب منك او منك انت او انت؟ اللي بيتطلب منكم هو كل يوم اول ما تفيقوا الصبح تذكروا حالكم بالنية، قبل ما تناموا تذكروا حالكم بالنية، اقروا اتليست كتاب واحد او صفحة واحدة او كتاب، خلينا نقول كتاب صغير يا خيي او يا اختي، بيساعدكم توصلوا لهيدا الهدف. ممكن يكون انفورميشن، ممكن يكون كتاب مثلا عن معلومات، ممكن كتاب كيف تنعمل، ممكن كتاب مع ناس صايرة قبل، ممكن ارتكل، ممكن فلوج، ممكن تسمعوا يوتيوب. يعني انتو كمان زيدوا مثلا زيدوا من معلوماتكم بالطاقة، زيدوا معلوماتكم بالتفكير، كيف الواحد بيقدر يغير من معتقداته، وسعوا، شوفوا كذا حدا عم يحكي بالموضوع، شوفوا كذا كاتب كذا، يعني اسحبوا بالمرحلة اللي انتو فيها على طول، اسحبوا خدوا قصص جديدة حولوها لواقعكم، تبنوا افكار جديدة. مثل الواحد بيتبنى فكرة بانه اوكي بدي اجيب تياب جديدة او بدي سافر او بدي فوت بعلاقة. سو هون انا صرت عم ضخ طاقة للهدف، ضخ انه انا جاهز كمان. سو هون readiness كتير مهمة، الجهوزية، استعداد للهدف. اوكي ومن بعد ما نكون مستعدين للهدف وببلش حالة الساينس، بيجوا الساينس انه انت جاهز اكتر، بتصير ثقتك بحالك تعلى. سو هون بكثير انت عندك دبل بليف انه ودبل ايمان بحالك، بيعلى تعلى طاقة الايمان، كل شيء طاقة بالحياة. سو نحن بكل شيء بدنا نآمن، مش بس بشغلة واحدة، بدنا نآمن بكذا شغلة، بدنا نآمن انه نحن قادرين، بدنا نآمن انه نحن بنستاهل، بدنا نآمن انه نحن عندنا الخبرة الكافية، بدنا نآمن انه بدنا انتو حسب هدفكم. سو كمان هيدا الشيء بيساعد اللو اوف اتراكشن، قانون الجذب، انه يعملكم اتراكشن للموضوع. سو نوينا، اشتغلنا، فهمنا قانون الجذب يلي هو part of the universe، يلي هو هيدا القانون اللي نوضع لحمايتنا من نفسنا، you know، حمايتنا من أفكارنا. الله عطانا وقت، الله عطانا مهلة لنغير. أوكي يمهل ولا يهمل، يعني بيترك الإنسان على راحته لهو يفهم على حاله، لهو يغير، وبس يغير بيتغير. شو اللي بيتغير؟ الواقع. أوكي سو منقرب على تحقيق الهدف طاقيا، منكون واثقين بحالنا لانه كمان الهدف فايبريشن، نرجع منحقق الهدف بيصير ملموس اكثر. من بعد ما شو نعمل نتجلى او نتخلى، نترك التجلي يصير. اوكي اللي هو تسخير الامور. اوكي نتخلى عن الموضوع بمعنى انه we let it go، ما منتخلى انه لا ما بدي اياه، لا منسلمه، منتخلى ومنسلمه. يا رب نحن دعينا، نحن حطينا النية، حقق لي هدفي. سو بس يصير بامر من الكون، الوقت المناسب، divine timing اسمه، بتلاقوا الهدف وصل على الباب. تفتحوا ايديكم، تاخذوا الهدف وتقولوا الحمد لله 3 مرات على كل شيء، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، لانه the more you are grateful وإن شكرتم لأزيدنكم أو لأزيدكم.
يعني كل ما نحن شكرنا، كل ما نحن كنا grateful الحمد لله بأي طريقة نحن عم نشكر فيها، thank you thank you God thank you universe thank you myself، كمان ما تنسوا تشكروا حالكم، thank you my those who supported me blessing، لأنه الهدف تحقق، بس كمان من خلال كتير مساعدة أشخاص الله سخر لنا إياهم، مثل هالفيديو اللي أنتوا عم تحضروه لأنه أنتوا حابين تحققوا الهدف. So عطول هيدي هي قواعد المانيفستيشن، نطلب ناخد، نطلب ناخد. طب لما نطلب بدنا ننوي، لما ننوي عم برجع بعملكم ريكاب، لما ننوي شو بدنا نكون جاهزين، ولما نكون جاهزين شو بدنا نبلش ناخد الساينز، ولما ناخد الساينز يعني كمشنا الهدف، هيك ساعتنا طاقتنا بتعلى وثقتنا بحالنا كمان بتزيد. ليه؟ لانه هذا شيء اوتوماتيك انه نحن قدرنا، اوكي؟ ومش بس هيك، بدنا نكون كمان مآمنين انه نستاهل، نستاهل نستاهل كل خير، نستاهل كل حب، وبدنا نكون نحن بالاخر هيدا الشيء بذاته يلي نحن طالبينه. يعني بدنا نكون نحن بقلب اللعبة، بنفس الوقت عم نطلع من برا ونرتبها مثل ما نحن بدنا، مثل ما نحن بنستاهل اكيد، ومثل ما نحن عم نعطي حب حناخد حب، مثل ما عم نعطي امل حناخد امل. يعني نحن كمان نساعد، نحن كمان نعطي، نحن كمان نشوف وين في خلل بالعيلة اللي هو صلة اللحم، الرحم سوري اللحم، صلة الرحم نصلحه. We have to excuse ourselves from those who bring drama. نعتذر من الناس اللي بتجيب لنا دراما وما بدها تشتغل على حالها، ما بدها، يعني عندها هدفها هيك. اكيد نحن ما خصنا to judge them، بس في ناس بيطلعونا بحياتنا they have this. So نحن وعلينا نحمي حالنا، to protect ourselves، to zip ourselves. اوكي okay. شو كمان؟ وعلينا كمان بحالنا، علينا بشو نحن انجزنا، نكون كمان عم نطالع، عم نقرا، عم نشوف سيرتنا نحن، مش بس نطلع على سيرة هيدا وسيرها. يعني كتب شي اللي انت بدك اياه من خلال سمول بوكلت، حطهم كما كتب القصص اللي انجزتها لتضلك تطلع فيها تذكرها. And so حتى لو انجاز صغير، طيب اذا انت ما عندك انجاز هون انت بمرحلة تانية، مش يعني ما في امل، بالعكس امل كتير كبير، بتبلش باي انجاز. وما معقول ما تكون عندك انجاز، الانجاز مش على طول شيء مادي، مش يعني مصاري، اذا ما معك مصاري يعني انت ما عم تنجز، نو 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 نو. انجاز هو شيء انت انجزته بينك وبين حالك، انجاز هو هدف قدرت تحققه، هدف مش حيلا هدف، لانه كمان الاهداف لها طاقه معينه، بس اي هدف انت او انتقالك من مرحله لمرحله هيدا انجاز، مرحله جواتك، مرحله وعي، مرحله فهم، مرحله عطاء، مرحله اخذ، مرحلة عطاء، مرحلة شو ما بدك، انت بتحط حالك بالمطرح اللي انت بدك اياه، من خلال افكارك، من خلال اكشنز تبعك، ومن خلال ثقتك بحالك، من خلال ما في شيء بيصير الا ما لخيرك. فكمان فهم هيدي الكونسبت بتمشي بحياتك اكثر، بتلاقي انه قوانين الكون كلها the laws of the universe عم تساعدك. في كتاب لديباك تشوبرا، دكتور ديباك تشوبرا، اوكي اكتبوه عندكم، يا اشتروه يا كمان شوفوا اذا مترجم بالعربي او لقوه على اليوتيوب. هو موجود على اليوتيوب از اوديو بوك. هذا اول كتاب سبريتشوال قريته انا، اسمه The Seven Spiritual Laws of the Universe by Deepak Chopra. في منه بالعربي بعتقد اكيد، سو انتم فتشوا شوفوا بطريقتكم كيف وانبسطوا في هذا الكتاب لانه حيغير لكم حياتكم. اوكي كما اذا عندكم اي سؤال بليز اكتبوا لنا تحت، رح ننزل كثير قصص حلوه جايه. ثانك يو.